ناديك خلي البساط احمديك ناخذ معك واديك خلي البساط احمديك خلي البساط احمديك خلي البساط احمديك باخذ معك واديك خلي البساط احمديك خلي البساط احمديك خلي البساط احمديك باخذ معك واديك خلي البساط احمديك البساط البساط احمديك البساط البساط احمديك البساط البساط احمديك البساط البساط احمديك. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم البساط أحمدي. مشاهدين الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن ظاهرة غلاء المهور، لأن هذه الظاهرة أصبحت عائقا أمام الشباب الراغب في الزواج. طبعا عندما يأتي شاب يشتري كم من نصف دينه ويعف نفسه ويتزوج على سنة الله ورسوله، يتفاجأ بحاجة لا كانت على البال ولا على الحسبان، ويتفاجأ بطلبات عمه الذي لا لها أول ولا لها آخر، حق الأم حق الأب حق الخال حق الخالة حق العم حق العمة حق الجدة حق الفتشة حق النكش حق القاعة حق المهم كل هذا كاو والمهر كاو ثاني. المهم يأس هذا الشاب ويحزن حزنا شديدا ويوكل أمره لله ويقرر العزوبية إلى أن يحول له الله بعم يخاف الله ولا يهمه إلا ستر بنته. ولما تجي تنصح الأب تقول له يا أخي البركة في المهر القليل، ما دام لقيت الإنسان المناسب الذي عيصون بنتك ويحافظ عليها ويعيش العيش الكريم، يقول لك النعقل والله لو تجلس عمرها وصل بيت ما أزوجها إلا بالمهر الذي اشتي والسعر الذي اشتي هي بنت الحج فلا. طبعا أنا جيت اليوم علشان أطلب يد بنتكم لابني الوحيد وأنا مستعد لأي حاجة. وأنا لي الشرف إننا أناسب عائلتكم المشهورة بالغنى والوجاهة. إذن خلينا ندخل بالموضوع وقل لي ما هي طلبك. والله طلب واحد، أشتري مهر للبنت حقي 4 مليون ريال كامل مكمل وبس. 4 مليون وأنا موافق، بس في حاجة لازم درس. المشكلة أن ابني يعني أمي وما درس. سالسة هو ما يعيب الرجاء إلا جيبه. شوف في حاجة لازم تعرف. إيش أقول لك؟ أنت عارف حكاية رفاق السوق. فالمشكلة إن الولد تعرف على عيال بطالين شوية، فعلموا بعض السلوكيات يعني إيش أقول لك؟ باختصار الولد مدمن شوية. بس الآن إحنا في صدد علاجه إن شاء الله. ما هذا الموضوع كبير وضروري تزيد مبلغ وكتب بدل سمعة. حاضر ما فيش مشكلة، أنا بزيدك 1 مليون. وأنا موافق، وبعدها سهلة السمعة أهم شيء الرجولة. في حاجة لازم أقول لك بها، أنا علشان ما تقولش إن أنا خبيت عليك ولا خدعتك. شوف يا صديقي الحال، الولد عصبي شوية وحرق وما يقدرش يتمالك أعصابه، وأي حاجة تافهة لازم يمد يده يعني. والله الموضوع أكبر من الأول، بس سهلة. كمن يقع حق الضرب هذا والكسر والمحضلة. هو إن شاء الله ما يضربها، إحنا أصلاً موجودين في البيت وحيكونوا ساكنين عندنا في البيت. بس مع ذلك أنا بزيدك 1 مليون واعتبر عرش. ما دام هكذا أنا موافق، وبعدهم أزواء عايش الدو. أهم حاجة ما حد يدرى ما يكون يحصل. طبعاً أكيد ما هذه هي سمعة العائلة. بس باقي معي حاجة لازم أقول لك بها. اصلا ابني بعد ما سايره للناس اللي قلت لك عليهم اصبح يعني متمرد، ما يمشي الا ومتحمل الجعبه والالي والمسدس حتى في البيت، لدرجه انه ينام احيانا يقع له كوابيس يطلق رصاص بشكل عشوائي.
لا 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 لا، ما هذا الموضوع؟ لا يمكن أوافق عليه، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أبدا. هذا جناء، هذا قد جناء، ما يمكن، مش موافق. يا أخي الفاضل، ما يصير إنسان إلا وقد نزلت ورقته. بعد إحنا مصيدرين على الوضع تمام، ما تقلقش أبدا. ومع ذلك أنا ممكن أزيد لك 3 مليون مني أنا. ما هو ما هو ما هو ما قلته؟ 3 مليون؟ أنا موافق، موافق. وبعدها كلها الأجل والنصيب، وبعدها وين أحسن عندما تموت المرأة شهيدة على يد زوجها، وبعد كل نفس بائقة الموت، وكلنا إليه. إذن على بركة الله، أنا الآن بقوم أجهز لك المبلغ وأرسله لعندك، اتفقنا؟ يلا سلام عليكم. شوف لي طريق. الله الله. يا رب يا ساتر. الحمد لله حين توفقت البنت حقي، واحد شجاع وفارس ومغوى وما يخاف حد. يا اخوتي، بناتنا امانه في اعناقنا، ومن واجب كل اب انه يختار لبنته شريك حياته الذي يعيصونها ويحافظ عليها، مش الذي يدفع اكثر، لان بناتنا مش سلعه نتاجر بهن. ولكن للاسف الشديد بسبب جشع بعض الاباء ضيع على بناته فرصه الزواج، وضيع عليهن شبابهن واحلامهن. يا جماعه، ديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على الزواج البسيط واليسير، لكن بعض الآباء ما يهمه إلا كم عيدي وما يفعلها وكم عيدي مهرها وبكم عيذهبها، ومش داري إن الحياة الزوجية سعيدة أغلى من الذهب وأهم من المال. أما بعض الآباء علشان يدفعوا له مهر كبير ما يشتي زوج بنته إلا بواحد غريب ومن دولة غنية، يقول لك هذا الذي عيقدر بنتي ويدي قيمته. ايه طال عمرك تابع هذا المشهد. لكن عمي هيدا مبلغ كتير كبير. لا كذي ولا شيء، اعجبك اعجبك، ما اعجبك الله يفتح عليك. ابختها زوجته بمبلغ اكبر من حقك المبلغ، ولا دولة اقرب من دولتك هنا يا هاجم برازي. خلاص عمي، أنا رح أعطيك 38,000 دولار، يعني حتطلع هيك 8 مليون. بعتقد هيدا مبلغ مش بطال. لا تتحاسب ولا تتحاسب، والله ما أزوجك إلا بعشر مليون، يعني بعد 10 مليون، وبعدها أصلاً قديت تفلتنا من كره للأبد، لا عاد نبصرها ولا تبصرنا، وأمها عادت تبكي عليها أقل شيشة وكرهن تسكت. لكن عمي هيدا مبلغ كتير كبير، ورفقاتي كلهم اتجوزوا بمبلغ اقل من هيك بكتير. يبني جنن تاني، هذا ما عادوا شرط ومهر وبس. هيك عندك حق. امرك الى الله صدق، وفارح انه استلم دية بنته. طبعا في بعض المناطق احنا نحترمهم كثير ونوجه لهم شكر خاص، لأنهم عملوا قوانين وحددوا فيها مبالغ معينة أو مبالغ معقولة للمهور، والذي ما التزمش بهذه المبالغ يعرض نفسه للغرامة والعقوبة. وتبصر الشباب عندهم مستطيعين وقادرين على الزواج، بالله عليكم ليش ما نعمل مثلهم؟ اشتي أقول لبعض الآباء أنه إذا زوج بنته ولو كان المهر قليل ربنا عيبارك له في هذا المهر، لأنه سهل زواج شخص معسر وجمعهم بالحلال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهورا أكثرهن بركة. تابعوا هذا المشهد. يا ابني افتح، الله يرضى عليك. والله ما افتح، والله ما افتح الا لو ما تزوجني وشجز بغير اوكا وبغير من، لو ما اموت. يا ابني قدك عارف كل الناس الذي صرنا نخطب لك منهم يشتوا مني اكثر من 2 مليون ريال، وانت عارف الحاله. وانا ما دخلني، مش قال وانت عاب اول تديني وبعدها تحنا بزواجك.
عاد في نظرك صغيره وما والله انا في نظري اكبر مني. لكن ما افعل، اسكا قول لي ما هو الحل. الحل الحل انك تزوجني. نحلب قال لك وتكس بتذكر ولا ماشي من هنا زويا؟ فتحت ولا عمرك لا فتحت؟ باقي بعض الآباء لما تجي تنصحه وتقول له حرم عليك تطلب هذا المهر كله لبنتك، يقول لك ما شاء أنت داري ما في راسي، أنا عشت أفعل عرس ضخم واشتيع المغنية ضخمة واشتيع صالحة ضخمة واشتيع أذبح 10 ثوار ضخمات واشتيع أفعل عرس ما قد قع ولا عد شاي وقع، وكله من ظهر هذا الحري والمسكين الذي جالس يجمع القرش فوق القرش. بالله عليكم أي حق هذا التبذير الذي ما له داعي، ولا يشلها العريس ويصير يأثث البيت متواضع له ولزوجته ويسلم الدين بقية عمره. لكن ما تفعل بعض العقول والمبذرين أخوان الشياطين، وعاد باقي حاجة نتأثر منها كلنا عندما نشوف بعض الآباء يزوجوا بناتهم وعادهن صغار وقاصرات، وهذه الظاهرة موجودة في بلادنا وبكثرة. بالله عليكم هذا الأب مش عارف بخطورة هذا الزواج المبكر، أهم حاجة عنده الفلوس، مش عامل أي حساب لبنته الذي عادي بدأت تعرف إني بنت. بعضهن يتزوج ما قد بلغنش، مش عارفت إيش معنى الزواج أصلا، وقال لك من زواج زلج. في الأخير أتمنى من كل أب أن يخاف الله وأن يراقب الله في بناته، ما يعتبرن سلع يتاجر بهن. هؤلاء بناتنا أمانة في أعناقنا، ومن الواجب علينا تأمين حياتهن واختيار الزوج الصالح والمناسب لهن الذي يعصونهن ويحافظ عليهن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البساط احمدي خلي البساط احمدي تاخد معك وادي، خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي تاخد معك وادي، خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي خلي البساط احمدي.